النهاردة أنت يلي صورتها ارتكبت جريمة وأذعت ونشرت حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي بدون إذنها وحرضت الناس عليها وهديت بيتها. والسيدة في مهب الريح، أنا كنت بدردش معاها من شوية، قالت الناس دي بتدفعني إن أنا أبقى زي بسنت يعني أنتحر. أنا بقول لكم الست وأنا بكلمها بتبكي بدل الدموع دم وتقول حتى لو أنا عملت ده أنا ما عملتش حاجة يعني تخليني بيتي يتدمر ويتنشر علي هذا الكلام وكأن هناك من يترصد للناس.